على طرية الطيب، هل يجوز للصائم أن يتطيب البخور أو البخاخ هذا الطيب العادي؟ الصحيح أنه لا حرج على الصائم أن يتعطر ويتطيب، سواء دهن عود، ورد، مسك، عنبر، البخاخات هذه، حتى البخور، إلا أنك حاول ألا تستنشق. يعني أحط كسرة عود أحطها في الغرفة، أطيب البيت وأشم الريحة الجميلة، هذا لا يؤثر على الصيام أبدا. فاستخدام الطيب لا يؤثر على الصائم، لكن لو أنه شم نقول صيامك صحيح لكن فعلك مكروه. أيضا لازلنا من طيب، خلهم يمشي. ثانيا، من الأسئلة اللي يسأل عنها بعض الناس، هل يجوز الأكل والشرب ومؤذن الفجر يؤذن؟ نسأل، هل المؤذن يؤذن على الوقت؟ قال لي والله مذننا مضبوط، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فلا تشرب ولا تأكل وهو يؤذن، إلا حالة واحدة. متى يجوز آكل واشرب؟ أشرب وهو يذن، إذا كان أذن وأنا قاعد أشرب. هو يذن قال الله أنا أشرب، لا تنزل الكاس، أشرب جعل فيه العافية إلينا تأخذ نهمتك ثم ضعه، لكن أذن والماء بعيد عني، الماء بعيد عني، فنقول لا تشرب ولا تأكل. تدري ليه؟ لأن الأذان يعلن دخول الفجر الثاني، طلوع الفجر الثاني. وسؤال، إن في صلاة المغرب إذا أذن ننتظر لين يخلص وبعدين ناكل، ولا من يقول الله لين 17 حبة تمر راحت؟ صحيح، من يوم يذن ناكل. كذلك ما أننا في المغرب إذا أكل أذن فورا نأكل، كذلك في صلاة الفجر إذا أذن وقف نأكل، نوقف آسف نأكل إيش صلاة الفجر، وقف على طول. الثاني، بعض الناس يتأخر في الأكل في مع غروب الشمس، يحطون التمر قدامه يدعي الله أكبر ويدعي أكل أفطر. الدعاء المستجاب للصائم مهو قبل الصلاة الأذان فقط، لا، مستمر من يوم تقعد على السفرة لين تقوم من السفرة، كل هذا الوقت دعاء مجاب. بعضهم يعتقد أنه إذا جاء أذن الله أكبر أخر الأكل. السنة، الله يحب من عبده أن يبادر ويأكل، يفرح بنعمة الله التي أباحها بعد أن منعها، فكل. فلذلك بعضهم يقول لا بدعي قبل، لا ادع قبل وبعد الأكل وبعد القهوة والشوربة والأكل، دامك قاعد ادع فدعاؤك مستجاب.